السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة عمل فورمات أو إعادة ضبط المصنع من الريكفري للهاتف انفينكس هوت 7 موديل X624 إصدار الأندرويد 8.1. قبل ما نتكلم في موضوع الفيديو، ياريت لو تبص بصة على وصف الفيديو ممكن تلاقي تحديثات أو فيديوهات جديدة خاصة بالجهاز، لأن كل يوم فيه جديد. ندخل على طريقة الضبط من الريكفري، ومش بنستخدمها إلا في حالة عدم معرفتك لنمط أو كلمة مرور الشاشة للجهاز. لو عارف النمط أو كلمة السر، بننصحك تعمل إعادة ضبط المصنع من الإعدادات، وهتلاقي فيديو للطريقة في وصف الفيديو. للأسف إعادة ضبط المصنع من الريكفري هتحذف كل بياناتك الشخصية زي الصور والفيديو وغيرهم، وكمان هتوقف الجهاز على حساب جوجل. في وصف الفيديو هتلاقي رابط لفيديو تاني لطريقة تخطي حساب جوجل لنفس الجهاز. علشان كده بننصحك لو أنت عارف النمط أو كلمة مرور الشاشة تعمل إعادة ضبط المصنع من الإعدادات، لأن إعادة ضبط المصنع من الإعدادات مش بتوقف الجهاز على حساب جوجل. في البداية بنعمل للجهاز إيقاف تشغيل عن طريق الضغط على زر الباور ضغطة مطولة واختيار إيقاف التشغيل، بعد إيقاف تشغيل الجهاز اضغط على زر الباور مع زر رفع الصوت الاتنين مع بعض ضغطة مطولة بمجرد ظهور شعار انفينكس. هترفع ايدك من على زر الباور وتفضل ضاغط على زر رفع الصوت. ارفع ايدك من على زر رفع الصوت لما تظهر الصفحة اللي قدامنا في الفيديو. اضغط على زر الباور مع زر رفع الصوت الاتنين مع بعض مرة واحدة. هندخل على صفحة الريكفري مود الرئيسية للجهاز. لو فشلت في الدخول لصفحة الريكفري حاول مرة تانية زي الفيديو كده. عن طريق زر خفض الصوت بتنزل على اختيار مور اخر اختيار تحت خالص. بتضغط على زر الباور للاختيار، بتضغط على زر الباور مرة تانية على اختيار ويب داتا، بتنزل على يس وبتضغط على زر الباور علشان الجهاز يعمل اعادة ضبط المصنع. بعد عملية الفورمات او اعادة الضبط للجهاز بنرجع مرة تانية لصفحة الريكفري الرئيسية. اختار اول اختيار ريبوت سيستم ناو بزر الباور علشان الجهاز يعمل اعادة تشغيل. في الغالب الجهاز هيفضل واقف على شعار انفينكس لمدة 5 دقايق تقريبا.
بعد إعادة تشغيل الجهاز بتختار اللغة. اضغط على بدء. تخطي. تخطي. متابعة. التالي. التالي. تخطي. 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 ليس الآن. تخطي. قبول. اختر الدولة. اضغط على البدء. حدد مربع لقد قرأت شروط اتفاقية المستخدم واضغط على التالي. التالي. تم عمل فورمات أو إعادة ضبط المصنع للجهاز بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبكم وأكون قدرت أقدم حاجة مفيدة. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية.